بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات، وموضوعنا هو الدوال الدائرية، من إعداد سميرة سالم ومن تقديم صالح شميمري. فأهلا ومرحبا بكم. سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم إيجاد قيمة كل من الجيب وجيب التمام، يعني الساين والكوساين، بمعلومية نقطة على دائرة الوحدة، أيضا إيجاد طول الدورة واستعمال الدوال الدورية وحساب قيم الدوال المثلثية. أولا سنأخذ دائرة الوحدة. طبعا دائرة الوحدة هي دائرة مرسومة في المستوى الإحداثي، مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها وحدة واحدة. إذا كان لدينا هذا الضلع وهنا ضلع آخر، تالي المسافة بين هذه النقطة إلى الضلع الأول أو ضلع الابتداء ستكون بالرمز Y، والمسافة بين نقطة الأصل إلى هذه النقطة نرمز لها بالرمز X، هذه ثيتا. طبعا بما أن طول الضلع من صفر إلى Y هو واحد، وبالتالي كوساين ثيتا سيساوي X على واحد، لأن الكوساين لثيتا يساوي المجاور على الوتر، وبالتالي كوساين ثيتا يساوي X. أيضا ساين ثيتا يساوي Y على واحد، المقابل على الوتر، والمقابل هو Y والوتر هو واحد. إذا ساين ثيتا كم يساوي؟ يساوي Y، وبالتالي النقطة P X Y ستكون P، بما أن ال X كوساين ثيتا إذن هنا كوساين ثيتا فاصلة، بما أن ال Y هي ساين ثيتا إذن هنا ساين ثيتا. التان ماذا يساوي؟ تان ثيتا يساوي Y على X. سنأخذ مثال الآن. مثال: إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في وضع قياسي يقطع دائرة الوحدة في النقطة P اللي هي سالب نص وجذر 3/2، فأوجد كلا من الكوساين ثيتا وساين ثيتا. أولا سنرسم هذه النقطة في دائرة الوحدة، سالب نص وجذر 3/2 ستكون عند هذه النقطة، وبالتالي هنا الزاوية بين الضلع الابتداء إلى هذه النقطة هي ثيتا. إذن النقطة XY PXY يساوي P كوساين ثيتا ساين ثيتا، وبالتالي يساوي ماذا؟ P سالب نص وجذر 3/2. إذن كوساين ثيتا يساوي سالب نص، وساين ثيتا يساوي جذر 3/2. إذن أوجدنا الآن كوساين ثيتا وأوجدنا ساين ثيتا. تدريب آخر: إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في الوضع قياسي يقطع دائرة الوحدة في النقطة 5/13 و12/13، فأوجد كل من الكوساين ثيتا والساين ثيتا. الكوساين ثيتا يساوي 5/13، والساين ثيتا يساوي 12/13، وبالتالي على طول PXY يساوي P كوساين ثيتا ساين ثيتا. P 5/13، 12/13، إذن كوساين ثيتا يساوي 5/13، ساين ثيتا يساوي 12/13. الدوال الدورية: في الدوال الدورية يكون شكل الدالة وقيمها Y، وهي عبارة عن تكرار لنمط معين على فترات منتظمة متتالية، بحيث يسمى النمط الواحد الكامل منها دورة، وتسمى المسافة الأفقية في الدورة هي طول الدورة. لو نلاحظ أن هذه الدالة هي دالة دورية، دورة هذه الدالة الدورية ودورتها الواحدة تبدأ من هنا من عند محور Y، إذن بادئة من هنا ثم تنتهي إلى نفس بداية هذه النقطة من هنا، إذن هذه المنطقة هي دورة واحدة، أيضا من هنا إلى هنا هي دورة واحدة، وبالتالي الدورة الواحدة هي على النمط التالي. إذن طول الدورة من 0 إلى 360، هذا ما يسمى بالدوال الدورية. سنأخذ أمثلة عليها إن شاء الله. مثال: أوجد طول الدورة للدالة الممثلة بيانيا في الشكل المجاور. لو نلاحظ أن هذه الدالة بادئة من عند ماذا؟ من محور Y، من هذه النقطة. إذن طول الدورة أو الدورة الواحدة تنتهي عند نفس البداية اللي عندي هنا، إذن نبدأ من هنا ثم نتجه إلى هذه النهاية. لاحظ معي
نفس الكلام الدورة الثانية من هنا إلى أن ننتهي إلى هذه النقطة، وبالتالي الدورة الواحدة كما في الشكل المقابل هنا اللي في الأحمر. إذا طول الدورة كم؟ طول الدورة من هذه النقطة إلى أن ننتهي إلى هذه النقطة وهي باي، هي باي ناقص صفر ويساوي كم؟ يساوي باي. تدريب: أوجد طول الدورة للدالة الممثلة بيانيا في الشكل المجاور. هذه دالة وطول الدورة عندي هنا، لابد أن أنتهي بالدورة الواحدة عند بداية الدورة من محور واي، وهذا هو محور واي. بادئا من ماذا؟ بادئا من هنا. إذا نتجه إلى الأعلى ثم ننزل إلى الأسفل، وبالتالي نهاية هذه الدورة عند البداية السابقة من هنا، وبالتالي طول هذه الدورة هي 2. إذا الدورة الواحدة هي على شكل التالي، وطولها كم؟ طولها إلى هنا هي 2. إذا طول الدورة 2 ناقص 0 هي 2. نأتي إلى القيم الدقيقة لكل من ساين ثيتا وكوساين ثيتا لبعض الزوايا الخاصة. طبعا النقطة اللي بالأزرق هي الكوساين، والنقطة اللي بالأحمر هي الساين. يعني كوساين الباي على 2 يساوي 0، ساين الباي على 2 هي 1، كوساين الباي على 3 هي نص، ساين الباي على 3 هي جذر 3 على 2، كوساين الباي على 4 أو كوساين 45 يساوي جذر 2 على 2، وساين الباي على 4 هي نفسها ساين 45 يساوي جذر 2 على 2، كوساين 30 هي نفسها كوساين الباي على 6 وتساوي جذر 3 على 2، ساين 30 هي نفسها ساين الباي على 6 يساوي نص، كوساين الصفر هي نفسها كوساين الصفر وبالتالي هي 1، ساين الصفر هي نفسها ساين الصفر كم يساوي؟ يساوي 0. هنا كوساين 11 باي على 6 هي نفسها كوساين 330 وتساوي هنا عندي كم؟ جذر 3 على 2. أيضا ساين 11 باي على 6 هي نفسها ساين 330 وتساوي سالب نص، وقسها على جميع المناطق اللي عندي هنا. هنا المنطقة الأولى، هنا رقم 1، هنا المنطقة الثانية، هنا المنطقة الثالثة، وهنا المنطقة الرابعة، وبالتالي ممكن أن تأتي بأي قيمة دقيقة لكل من الكوساين والساين. مثال: أوجد القيمة الدقيقة لكل مما يأتي. ساين 510 طبعا يريد القيمة الدقيقة. ساين 510 هي نفسها ساين 360 زائد 150، لأن حاصل جمع 510 360 زائد كم؟ 360، يعني دورة كاملة زائد 150، وهذه هي القيمة الدقيقة للدائرة بشكلها العام. إذن 360 زائد 150 هنا، يعني 5 باي على 6 أو 150. إذن ساين 150 اللي بالأحمر كم يساوي؟ يساوي نص، وبالتالي هي دورة كاملة زائد كم؟ زائد 150. إذن هذا الخط المستقيم هي 150. إذن ساين 150 كم يساوي اللي بالأحمر؟ لأنها ساين، كم يساوي؟ يساوي نص. طيب لو قال الكوساين، لو قال الكوساين سنكتب سالب جذر 3 على 2. إذن ساين 150 هنا كم؟ يساوي كم؟ يساوي نص. مثال آخر: أوجد القيمة الدقيقة للزاوية الآتية. كوساين 11 باي على 4. الحل طبعا بما أن 11 باي على 4 هي حاصل جمع 8 باي على 4 زائد 3 باي على 4، وبالتالي 8 باي على 4 هي 2 باي وهي 360. إذن كوساين 3 باي على 4 كم يساوي؟ سنذهب إلى القيم الدقيقة للدائرة بشكلها العام، ونذهب إلى الزاوية 3 باي على 4. أين الزاوية 3 باي على 4 هنا؟ هذه هي الزاوية 3 باي على 4. ماذا قال لي؟ قال لي كوساين أو ساين؟ السؤال جايب لي كوساين، وبالتالي الكوساين هي اللي بالأزرق وهي سالب جذر 2 على 2. إذن يساوي هنا سالب جذر 2 على 2. بنفس السؤال: أوجد القيمة الدقيقة لكوساين 420 درجة. لو نلاحظ أن 420 درجة هي حاصل جمع 360
زائد 60، وبالتالي كوساين 60 درجة كم تساوي؟ سنذهب إلى القيم الدقيقة والدائرة بشكلها العام، ونذهب إلى 60 هنا. هذه هي 60، يريد الكوساين. كوساين 60 هو نص، بما أن 360 هنا دائرة كاملة، زائد 60 هي نفسها الزاوية اللي عندنا 60، وبالتالي كوساين 60 يساوي كم؟ يساوي اللي بالأزرق هو نص. تدريب آخر، أوجد القيمة الدقيقة لساين سالب 3 باي على 4. إذا الحل ساين السالب 3 باي على 4 هي ساين 2 باي ناقص 3 باي على 4، وبالتالي 8 باي على 4 ناقص 3 باي على 4 يساوي 5 باي على 4. إذا سنذهب إلى القيم الدقيقة للدائرة بشكلها العام، ونذهب إلى 5 باي على 4، و5 باي على 4 هذه هي اللي هي 225. قال لي هنا ساين، إذا ساين الخمسة باي على 4 هي سالب جذر 2 على 2. بما أن هذه الزاوية سالبة، إذا ستكون مع اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة كما عملنا هنا، وهي 2 باي جمعناها زائد بين قوسين ناقص 3 باي على 4. إذا ستكون هنا كم؟ 5 باي على 4، وهذا الخط المستقيم هي نفس الزاوية، وبالتالي ساين الخمسة باي على 4 يساوي كم؟ يساوي سالب جذر 2 على 2. تقويم مثال اختياري، إذا كان الضلع النهائي للزاوية ثيتا في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة عند النقطة P هي سالب نص وجذر 3 على 2، فإن سك ثيتا يساوي، هل هي سالب جذر 3 على 2 أو سالب نص أو سالب 2 أو سالب 2 جذر 3 على 3؟ إذن النقطة اللي عندي بي كوساين ثيتا، ساين ثيتا كما أخذنا سابقا هي بي سالب نص وجذر 3 على 2، وبما أن من قانون سابق سك ثيتا هو يساوي 1 على كوساين ثيتا، إذن 1 على كوساين ثيتا بسالب نص، يعني 1 قسمة سالب نص، وتساوي هنا لأن مقام المقام هو بسط، وعندي سالب هنا، إذن كم يساوي؟ سالب 2، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي سي. مثال اختياري آخر، أوجد طول الدورة للدالة الممثلة بيانيا في الشكل المجاور. طول الدورة هي عبارة عن نمط معين، وهذا النمط سنأخذ بدايته ونهايته. بداية هذا النمط من هنا، إذن نبدأ ثم ينتهي عند نفس البداية السابقة، يعني هنا. إذن طول الدورة هنا هي 8، هل الإجابة 2 أو 4 أو 6 أو 8؟ بما أن البداية من هنا، إذن سينتهي عند نفس البداية من هنا، وبالتالي طول الدورة هي هنا كم؟ هي الإجابة 8. إذن الإجابة هي دي. سؤال اختياري آخر، القيمة الدقيقة لكوساين سالب 60 درجة تساوي، هل هي سالب جذر 3 على 2 أو سالب نص أو نص أو جذر 3 على 2؟ كوساين السالب 60 هي يعني كوساين 360 ناقص 60، وتساوي كوساين 300، وبالتالي سنأخذ الدائرة بشكلها العام وقيمها الدقيقة. وين 300؟ هذه هي 300. كوساين 300 اللي بالأزرق كم تساوي؟ هي نص، وبالتالي إذا سنأخذ زاوية قياسها 300 إلى أن نصل إلى هذا الخط المستقيم، ستكون الإجابة هنا نص. إذا الإجابة الصحيحة هي السي. ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا القيم الدقيقة لكل من كوساين ثيتا وساين ثيتا لبعض الزوايا الخاصة على دائرة الوحدة. طبعا هنا الزاوية 0، هنا 30 ويقابلها باي على 6، هنا 45 يقابلها باي على 4، وهنا 60 يقابلها باي على 3، هنا 90 يقابلها باي على 2، هنا 120 ويقابلها 2 باي على 3، وهنا 135 ويقابلها 3 باي على 4، وهنا 150 ويقابلها 5 باي على 6، وهنا باي ويقابلها 180، وهنا 210 ويقابلها 7 باي على 6، هنا 225 ويقابلها 5 باي على 4، وهنا 240 ويقابلها 4 باي على 3، هنا
270 ويقابلها 3 باي على 2، وهنا 5 باي على 3 ويقابلها 300، هنا 315 ويقابلها 7 باي على 4، هنا 330 ويقابلها 11 باي على 6، وهنا 360 يقابلها 0 ويقابلها 0 هنا. أيضا النص والجذر 2 على 2 والجذر 3 على 2 والواحد والجذر 3 على 2 وجميع النقاط اللي بالأزرق هي الكوساين هذه الزوايا، أيضا اللي بالأحمر هي ساين هذه الزوايا. بهذا نكون قد أنهينا موضوعنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ومشاهدتكم لهذا الموضوع. إلى اللقاء في دروس أخرى من دروس تطوير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.